وللمزيد حول أداء الأسواق العالمية ينضم إلي الآن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك رائد معنا. إذن وأخيرا بدأ اجتماع احتياطي الفيدرالي المنتظر من قبل كافة الأسواق العالمية، لكن ربما الغريب نوعا ما هو تغير الحديث نوعا ما الآن للاستبيانات التي ظهرت مؤخرا عم بتميل أكثر التوقعات لخفض بخمسين نقطة أساس. إلى أي مدى قد يكون ذلك منطقي؟ بالتأكيد أداة توقع أسعار الفائدة على الموقع الرسمي الفيدرالي تظهر أنه الاحتمالية الآن تقبع عند 65% لأن يكون التخفيض بخمسين نقطة أساس. حقيقة يعني فيه شيء من الصعوبة بالتحقيق إن حدث هذا الأمر، خصوصا أن الفيدرال الأمريكي لم يظهر هذه النوايا بشكل كبير جدا، وكان متأخر بعملية أبقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبيا ولفترة ممتدة وطويلة. التوجه نحو تقليص شديد في أسعار الفائدة ربما قد يثير الذعر بين المستثمرين وفي الأسواق تحديدا، وربما أيضا قد يظهر الاقتصاد أو الفيدرالي بأن هناك شيء لا نعلمه بما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي. على الرغم من أنه كل البيانات صدرت أو مفردات الاقتصاد الجزئي حتى الآن كان عندنا فقط قراءتين سيئات من سوق العمل الأمريكي وتقرير الوظائف الغير زراعية على وجه التحديد، ارتفاع بمعدلات البطالة ثم عودة فقط. طيب ذكرت نقطة مهمة أنه الخفض بخمسين نقطة أساس مرة واحدة قد يثير ذعر المستثمرين حول العالم، يعني الذعر إذا بدنا نوصفه كيف ممكن ينعكس على الأسهم وما إلى ذلك؟ حقيقة نحن شفنا توجه واضح نحو أسعار الذهب وارتفاعات واضحة، انخفاض في قوة الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه، ربما الأبرز أداء كان الجنيه الاسترليني وبتحقيق أكثر من 3.6% ارتفاعات هذا العام، الين الياباني الذي كذلك الأمر عاد للارتفاع بعض الشيء أمام الدولار الأمريكي. ما نريد يعني ما يلفت الانتباه حقيقة أنه ممكن ذلك قد يسحب الثقة من الأسواق الأمريكية وأسواق الأسهم الأمريكية على وجه التحديد، وبحث أكثر نحو ملاذات آمنة وربما قد يفجر مزيد من الارتفاعات على أسعار الذهب. طيب ننتقل سريعا لأسعار النفط. على الرغم من كل ما يحدث والإعصار يعني عم بسبب اضطرابات ما زال في الإنتاج الأمريكي، لكن عم نشوف برنت عم بنخفض، شو السبب؟ جني أرباح أو عملية عدم وضوح نحن عم نشوفها؟ نحن عم نستنى قرار مهم جدا من الفيدرال الأمريكي وربما قد يغير مسار السياسة النقدية على الأقل خلال العامين المقبلين بالتوجه نحو سياسة تيسيرية أكثر. هذا يؤثر على أداء الدولار الأمريكي ويؤثر على نشاط الأعمال التجارية وعلى طلب النفط على وجه التحديد، وربما أفاق مستوى النمو الطلب العالمي على النفط. عم نشوفه نوعا ما مستقر، ما بدي أقول أنه هو تراجع بشكل كبير جدا، ولكن الأنظار تتجه بشكل أكبر نحو ما يحدث في السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب رأيت سريعا العملات المشفرة عم تستفيد من قرب خفض أسعار الفائدة، هل هي مؤهلة للمزيد من الارتفاع؟ مرتبطة أكثر بالتغيرات السياسية التي قد تحدث على المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات الأمريكية في نوفمبر. نحن نعلم أنه نوعا ما ترامب يدعم أداء العملات الرقمية، عدا عن ذلك هو ضعف الدولار الأمريكي سبب بعض الارتفاعات التي لاحظناها مؤخرا على العملات الرقمية. دون ذلك ننتظر نتائج الانتخابات هي التي ستقرر مصير العملات الرقمية. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. شكرا.